السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية لتلخيصات وتعقيبات على برنامج الحاج وعد اللامي، وهذه المرة إن شاء الله مع قصة من قصص المستبصرين لنور محمد وآل محمد من أحد الأخوة لدولة الكويت. طبعا بهذا الخصوص نرجع إلى كلمة للسيد محمد رضا الشيرازي، راح نربط الموضوع مع بعض. سيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه وقدس الله روحه يقول: إذا أردت أن تشيع الناس وتلفت الناس لقضية محمد وآل محمد فعليك بأمرين، بشيئين، بفعلين، فعليك بقضيتين: قضية السيدة الزهراء عليه السلام وأيضا قضية الإمام الحسين. خلينا نستمع كلمة الشهيد الراحل وبعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيب على هذا الموضوع، فخليكم بالفيديو. إذا الشيعة، إذا نحن نهتم لها لترويجها، لجعلها قضية عالمية، لطرح ظلامة الصديقة الطاهرة على العالم، هذه القضية يمكن أن تكون قضية محورية، قضية الصديقة الطاهرة وقضية سيد الشهداء صلوات الله عليهما، هاتان القضيتان قضيتان محوريتان، وبالإمكان أن نجعل هاتين القضيتين منطلق. مثل ما سمعتوا كلام السيد ووصية واضحة جدا، قضية الإمام الحسين وقضية السيدة الزهراء. لذلك خلينا نستمع إلى قصة هذا الأخ الكويتي الذي كان يخطئ الإمام الحسين. وبعد 4 أيام، أنا ليش استعرضت كلام السيد محمد رضا الشيرازي؟ لأن السيد محمد رضا الشيرازي يقول أن قضية الإمام الحسين هي قريبة من الوجدان، قريبة من القلب، تؤثر بطريقة ملفتة. لذلك بعد أربعة أيام من تخطئة الإمام الحسين إلى البراءة من أعداء الإمام الحسين وإلى الولاية التي تتمثل بركوب سفينة النجاة مع محمد وآل محمد. نستمع إلى قصة هذا الأخ والذي كان للأخذ الفقار المغربي أيضا دور في استبصاره. نستمع ونعقب، فخليكم الفيديو. شاهد قناة الفقار المغربي، يعني باختصار كل الأبواب غلقت في وجه الأبواب الحسين. نعم، أنا أوصيك أن تسمي التشيع هذا الحسين شيعاني. السلام عليكم. أكو كلمة دائما يرددها السيد الراحل محمد رضا الشيرازي قدس الله سره، يقول: إذا تريدون أن تدعون إلى التشيع وإلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، يجب أن تركزون على القضايا المهمة، ومنها قضية الإمام الحسين وقضية فاطمة الزهراء عليه السلام. يؤول ويعلل سبب ذلك بأنه قضية الإمام الحسين وقضية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هن قضايا عاطفية، ومن المستحيل تجد مسلم يوالي من عاداهم. إذا الشيعة، إذا نحن نهتم لها لترويجها، لجعلها قضية عالمية، لطرح ظلامة الصديقة الطاهرة على العالم، هذه القضية يمكن أن تكون قضية محورية، قضية الصديقة الطاهرة وقضية سيد الشهداء صلوات الله عليهما، هاتان القضيتان قضيتان محوريتان، وبالإمكان أن نجعل هاتين القضيتين منطلقا لذلك السيد محمد رضا الشيرازي يقول: إذا تريد تدعو إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، يجب أن تركز على القضايا المهمة، ومنها قضية الإمام الحسين. الربط بالموضوع والربط بهذا الفيديو هي قصة المتشيع ببث الحاج وعد اللامي يوم أمس من تصوير هذا الفيديو. نشر السيد ميثم الموسوي قصة هذا المتشيع ببث الحاج وعد، وهو يقول أنه الإمام الحسين هو الذي شيعني. للمفارقة أنه هذا نفس الشخص اللي كان يخطئ الإمام الحسين ببث سابق، وبذلك نفهم مقصد السيد رضا الشيرازي وهو يقول أنه يجب أن نركز على قضية الإمام الحسين وقضية السيدة فاطمة الزهراء. أترككم وهذا الاتصال المفرح لهذا الشخص وهو يركب سفينة النجاة، سفينة محمد وآل محمد. شكرا لك. طيب تفضل أخونا من الكويت أظن أو من الخليج، أو تفضل أخونا. نعم،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا وسلم بك. أنا عدنان الذي ناقشتك في موضوع خروج الحسين. خروج الحسين عليه السلام، نعم تفضل. تتذكرني؟ إي حياك الله، أتذكرك حياك الله أخونا الكريم. نعم أنا صراحة أنت يعني أنت والأخ أو السيد ميثم قسمت ظهري، وقلت لكم أني سأبحث وأتصل لنرى نتيجة البحث أو النقاش. يعني أنا أخذت الوقت الكافي، أخذت 4 أيام أو 5 أيام، والنتيجة صراحة يعني لم أجد باب إلا باب الحسين. سلام صراحة يعني يعني أعتقد واضح أن أنا واضح أني أتشيع. طيب أنا أوصيك أن تبحث في المسائل العقدية أكثر وأكثر، لأنه أنا أعرف أن قضية الحسين عليه السلام هي قضية جوهرية، لأنه الإنسان إما أن يكون مع الظلمة أو يكون مع الخط الإلهي، لكن قناعتي الشخصية أنه ما تعلن تشيعك الآن، تبحث أكثر وأكثر في القضايا العقدية الأخرى، حتى لو أنه وجهت بقضايا عقدية تكون على العقيدة الصحيحة وتستطيع أن تجيب. فمثلا الآن القضية التي نحن نتكلم فيها الآن في هذا الموضوع، هنالك حرب الجمل، هنالك قضية. شوف أنا سأربط هذه القضية يعني تاريخيا ما سبق واليوم. كل النظم الموجودة اليوم وفي السابق هم يقولون إنه الخليفة المنتخب عندهم، طبعا احنا عندنا شيء آخر، الخليفة المنتخب والخليفة الشرعي، ما يجوز أنه تأتي قوة وتعبث نعم قوة خارجية وتعبث في محافظة من محافظات دولتي. يعني أنا الآن أحكم العراق، فتأتي قوة وتقتل محافظ البصرة، أو مثلا في الكويت تأتي إلى الحولي وتقتل معرف بالحولي محافظ، أو المهم المسؤول بالحولي، أو في السعودية وتقتل، وعند ذلك يقولون لا هذا لم يأتي إلى رأس الحكم في الرياض أو في كذا ويقتل، إنما جاء إلى محافظة وأسقط المحافظة وقتل الجنود. فما في نظام من الأنظمة يقبل هذا عبث في الدولة. لكن لما نأتي إلى حرب الجمل نجدهم يجدون المبررات الغير علمية غير قرآنية غير منسجمة مع النظم الحديثة، ويقولون أنهم قتلوا من أصحاب أمير المؤمنين ووالي أمير المؤمنين، ومع هذا اجتهدوا ولهم أجر، لأن المجتهد إذا أخطأ له أجر واحد وإذا أصاب له أجرين، فمع هذا هو قتل ونهب وسلب والله يعطي أجر ويدخله الجنة. هذه المنظومة أنا لم أقل أني لم أبحث، بحثت في الأمور العقائدية الأخرى مثل رزيد الخميس وغيرها والهجوم، بحثت في هذه 4 أيام وشاهدت قناة ذو الفخار المغربي، ووصلت إلى نتيجة. نعم. شنو هي النتيجة اللي وصلت إليها؟ يعني باختصار كل الأبواب غلقت في وجهي إلا باب الحسين محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله فليعلنها باسم الحسين حجينا. نعم أنا أوصيك أن تسمي التشيع هذا الحسين شيعاني. سلام الله على الحسين، سلام الله على الحسين. على حال الأمر متروك إلك أنت ونيتك مع رب العالمين، وأنت إذا أردت أن تركب سفينة النجاة فالأمر لك، وما دام الحسين عليه السلام دخل في قلبك، وأنت كنت في أول حلقة كنت الحلقة الماضية طبعا كنت ضد الحسين عليه السلام، وسبحان مقلب الأحوال الآن أنت تدافع عن الحسين وتريد أن تصبح
من شيعة أهل من شيعة الحسين عليه السلام. طيب على أي حال أنا لازلت الآن مصر أقول إنه خذ وقت أكثر ولا تعلن التشيع اليوم لكي تبحث وتصل إلى نتيجة إنه أنت على طريق الحق كاملا. خذ وقت، أنا أعتقد إنه هو لحظة تكفي، ولكن من وجهة نظري أنه أقول لو تأخذ وقت أكثر وتبحث لعله وعد اللامي على خطأ، ميثم الموسى على خطأ، قناة الحجة تطرح أمور خطأ. فأنا أنصحك هذه النصيحة، تريد أن تعلن الآن تقتحم العقبة وتصرخ باسم الحسين عليه السلام، الأمر لك، أنا سأسكت وأسمع نعم. منك. نعم نعم، يعني أنا في ورطة، ما عندي باب إلا باب الحسين. سلام الله عليك. طيب اذا نقول ما في حل ثاني، ما في اي حل ثاني صراحة. طيب انت شنو اللي اثر فيك، النقطة اللي اثر فيك هي القضية الحسينية والمقارنة بين يزيد بن معاوية وبين الحسين عليه السلام؟ انا كنت استغفر الله اعوذ بالله، لكن كنت اقول ان الحسين كان مخطئا في خروجه بسبب أن يزيد كان خليفة يعني على حسب معتقد الذين يرضون بخلافة يزيد أنه خليفة شرعي، ذلك بأنه نصب من خليفة شرعي وهو صحابي يعني على حسب المعتقد اللي كنت فيه. وكنت أقول أن الحسين كان سيذهب إلى الكوفة ويبايعونه إلى الكوفة وسيرشح نفسه خليفة على حسب المعتقد اللي أنا كنت فيه مرة أخرى أقول، وسيخرج على يزيد ربما أو على عبد الله بن الزبير وتصبح معركة بين الخلفاء ويبقى خليفة واحد. وكنت أقول أن يزيد هو الخليفة الشرعي، ولكن كنت أقول أن الحسين اجتهد وعبد الله بن الزبير اجتهد، لكن الذي على صواب معاذ الله يعني أنه كان يزيد، هذا كان معتقدي. طيب انت بال... لكن انت اتيت لي بحديث ان لا ان اذا كان هناك خليفتين يقتل احدهما. نعم صح. فيعني هذا الحديث اللي احرجك يعني احرجك واللي بين لك الحق من الباطل. زين انا عندي سؤال، انت حاولت انه في انا ما ادري اذا تقبل اقول الدوله اللي انت منها بعد على راحتك وما تقبل الأمر عندك. الدولة اللي أنت فيها الآن حاولت أنه تذهب إلى يعني إمام المسجد وتقول له أنا في حيرة، إلى صديق اتصلت أو دخلت على الانترنت بحثت، ماذا فعلت بعد أن عرفت من خلال البرنامج أنه حديث صحيح في البخاري يقول إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما، بعد ما الذي عملته؟ سألت يعني والدي وقال لا تتعمق يعني بهذه الأشياء، يعني لا تتعمق إلا إذا كنت مختصا، يقصد أني مثلا أدخل أدرس شريعة وشيء هكذا. توالدك سني؟ نعم. الوالد الله يحفظه أيضا سنية؟ نعم. طيب الآن مستعد أن تقتحم العقبة وتشهد الشهادات الثلاثة؟ نعم بإذن الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله، وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق وجد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم شيعني الحسين هذه السلام عليكم. هذه كلمة كبيرة جدا. أنت تدري إنه الحسين عليه السلام كان هو الحد الفاصل بين الحق والباطل. أنت تدري إنه الحسين عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفت انتباهي قولك أنه الحسين هو الذي أثر بك،
أنت تدري أنه الحسين عليه السلام النبي وهو لم يقتل، لم يقتل، النبي خرج أشعث أغبر، يعني شعره غير مصفى، ومن ينظر إلى النبي يرى الحالة، وهو بعد لم يقتل الحسين عليه السلام. فبكى الحسين سلام الله عليه عندما جاء له جبرائيل عليه السلام بتربة وقال له: يا رسول الله، هذه تربة كربلاء، والحسين ستقتله أمتك في هذه البقعة وهذه تربة كربلاء. فصرتها أم سلمة سلام الله عليها رضوان الله تعالى عليها، وإذا بواقعة كربلاء عندما قتل الحسين عليه السلام تنقلب، ينقلب ذلك التراب ينقلب دما. فالقضية كونية، أنت تشيعت الآن بسبب قضية كونية، بكى لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتوفى هذا الإنسان المعني اللي هو الحسين عليه السلام، ونحن لازلنا إلى الآن نبكي على الحسين عليه السلام أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول: لا زال الحسين معطاء، فإلى هذه بعد 1400 عام تقريبا، والحسين يجعل الناس يرون النور، فقذف الله تبارك وتعالى النور في قلبك. أسأل الله أن تكون من أتباع الحسين عليه السلام، وأن يحشرك يوم يحشرك في رحاب محمد وآل محمد. وجزاكم الله خير الجزاء، وهنيئا لكم ولنا وللكادر الموجودة لقناة الحجة، هذا الركب الطيب الذي يوالي محمد وآل محمد. أنا أشكرك أخونا وبارك الله بك، وإن شاء الله رب العالمين الله يبارك بك، وأسأل الله العلي العظيم أن يديم عليك النور، واستمر اعمل أن إن شاء الله رب العالمين الحق الذي وجدته، إن شاء الله عائلتك الكريمة تجد هذا الحق وأصدقائك، واستمر سفيرا للحسين عليه السلام. سفير الحسين قتل من أجل الحسين عليه السلام، فانظر ماذا تفعل. اسمعني هذه الكلمة، سفير الحسين عليه السلام مسلم قتل من أجل الحسين، فانظر، بما أن تشيعت باسم الحسين فانظر الآن إلى الحمل الثقيل الذي تحمله. أسأل الله العلي العظيم أن يحشرك مع الحسين عليه السلام، وأن يسقينا وإياك شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد والأئمة الميامين من آله وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله خير الجزاء، أشكرك وبارك الله بك وحشرك الله مع الحسين. تفضل تفضل سيد. قل هنيئا لك هذا التشيع، وهنيئا لك لأن الحسين عليه السلام هو الذي أخذ بيدك وأدخلك في هذا الطريق. فأقول لك يا من شيع الحسين، هنيئا لك شفاعة الحسين، وهنيئا لك هذا القلب الذي أنار بنور الحسين عليه السلام. صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت ويثبتنا على ولاية أبي عبد الله الحسين. وما أملك أن أقول في حق الحسين إلا أن أقول أن الكلمات تعجز. فقط أقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت هناك، وأنا أخذ برحلك. أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم. مني سلام الله أبدا ما أعطيك بقي ليل ونهار. هنيئا لك أخوان، هنيئا لك، بارك الله بارك الله بك. أنا أشكرك أخوانا، نسأل الله الولي الله يوفقك. شكرا لكم، شكرا، بارك الله فيك. الله يبارك، مع السلامة، محروس بك. الله يبارك، حياكم الله من جديد. طبعا ممكن راح تكون أكو تعليقات، تأتي تعليقات بهذا الخصوص، أنه ليش الحاج وعد اللامي يقول له ابحث أكثر، ليش ما الحاج وعد اللامي يتلهف ويفرح بأنه أنت استبصرت. فنعم هذا بالتأكيد أنا أفرح لما الشخص يدخل لنور محمد وآل محمد، لكن من الناحية الإعلامية أنه الحاج وعد اللامي بيّن له وأراد أن يبين له أنه أنت ممكن تواجهك مسائل عقائدية في برامج وهابية مثلا ومسائل للمخالفين، فيجب عليك أن تكون أكثر وأكثر يعني مركز. لكن بالتأكيد سنرجع إلى قول السيد محمد رضا الشيرازي
حيث قال قضية الإمام الحسين وقضية السيدة الزهراء لهن التأثير الكبير بقلب كل شخص. لذلك بعد أن خطأ الإمام الحسين يقول بعد أن خطأت الإمام الحسين قبل 4 أيام، ها أنا بعد 4 أيام أتشيع لنور محمد وآل محمد، انطقني أو لقني الشهادات يا حاج وعد اللامي، أدلتك يا سيد ميثم، يا حاج وعد كسرت ظهري. أرجع وأعقب أنه لاحظوا المهنية اللي موجودة في برنامج الحاج وعد اللامي. بأي برنامج آخر وأنا أقصد هنا البرامج الوهابية، سيأتي له شخص ويقول له يا ولدي إسماعيل يا أشرف غريب أنا متشيع، أنا تركت التشيع أنا مهتدي. بارك الله فيك بارك الله فيك، لقد تركت دين الرافضة المجوس الذين يحرفون القرآن الكريم، تعال تعال معنا تبرأ من دين الرافضة. لكن على العكس وعلى النقيض تماما، على العكس وعلى النقيض تماما، الحاج وعد اللامي يؤكد له ابحث وارجع ابحث وارجع ابحث وارجع، ولكن الأخ مصر. وبالتأكيد سنرجع إلى كلمة السيد محمد رضا الشيرازي، هذا السلطان الذي فقدناه سلطان الواعظين حقيقة، السيد محمد رضا الشيرازي. سبحان الله الحمد لله على كل حال تصور أنه السيد محمد رضا الشيرازي بهذا النتاج الفكري وبهذه الطريقة التي يوصل المعلومة بذلك الصوت الحنين، الصوت الهادئ، الصوت المطمئن، يوصل لك العقائد والبحوث الأخلاقية، البحوث العقائدية، البحوث الاجتماعية، كل البحوث كان يوصلها السيد محمد رضا الشيرازي بأبسط الكلمات وبأهدأ الكلمات وبألطف الكلمات. فالحمد لله، ولا اعتراض على قضائك، لكن كنا نتمنى أن يستمر هذا الجبل الشامخ من العلم والمعلومة السيد محمد رضا الشيرازي. لكن قدر الله ما شاء فعل. ومن جملة الأمور اللي أريد أن أذكرها أنه سألت والدي، هذا الأخ المتشيع يقول سألت والدي فقال لي لا تسأل. هاي نصيحة مجانية لكل وهابي، لكل شخص من المخالفين، لما شخص ابنك أقاربك أي شخص يسألك بخصوص بعض الأمور التاريخية، جاوبه وحاول أنه تبين له الحقيقة من وجهة نظرك. لأن أنت لما تقول له لا تسأل فبالتأكيد هذا الأخ أو هذا الشخص سيستوصل لنور محمد وآل محمد. أنا جاي أغششكم، لما تقول له لا تسأل فأنت هنا خليته يسأل غصبا على ذاته وغصبا على نفسه. لذلك تشيع هذا الأخ بعد الأسئلة. يا حاج وعد اللامي سجل هذا الاستفسار باسم الإمام الحسين. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين وعلى الأوراح التي حلت بفناك. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم، قصة من قصص المستبصرين اللي أكرر سبق وأن عرضتها، لكن الآن أريد أن أعقب عليها بطريقة أخرى وأنشرها وأقترحها لأناس أصلاً ما مشاهدين هذه القناة ولا هذا الفيديو. تقبلوا تحياتي، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.